بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أصلاً إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين
أم تأمرهم
قوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أكثرهم لا يظلمون
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه